بداية المباراة على بركة الله نبدأ المباراة. جامبول من الكابتن إسلام وحيد، الحيازة التبادلية الأولى على طول تخلص وتفنشها على مصطفى ريم موسى. هبة على الثلاثة بونت، بتجرب أول ثلاثة ما بتجيش، تلم على طول هلا مصطفى، بص أي حاجة تلم الفراري ريم موسى، حاول تجي لها سكرين جنة مصطفى ميديم شوت ما بتجيش، بتلم على طول لاعبات نادي الصيد مايا ماسكها على طول. هبة عبد الرحمن، ليلى الوصي بتطلع اللاعبة رقم 13 نادي الصيد، بتطلع ليه لكن هنا خلفت الدبل دريبل لصالح النادي الاهلي. لاعبه رضوى اسامه اللي كان معاها الكوره دي رقم 7، دي كابتن فريق نادي الصيد. ريم موسى نتيجه 0-0، ومايا ماسكاها كابيتانو دينا عمرو، كات جميل جدا من ريم وبايديها الشمال سجل اول نقطتين لصالح النادي الاهلي 2-0. يضغط النادي الاهلي تاني على اللاعبه رضوى، بتنجح على طول دينا انها تاخد الكوره وفص بريك جميل لهبه، بتاخدها باك لياب كده ما بتجيش، بتطلع ليه ريم موسى بتهدى على ملعبها. دينا عمرو تحاول تدي كده باصه جميله للاعيبه هلا مصطفى، لكن هلا مصطفى بتعمل ايديها وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الصيد. ليلى القوصي طلع الاوت، الاهلي متعودنا دايما بينوع في دفاعاته، مره يضغط من نص الملعب، مره من اول الملعب، هنشوف دلوقتي مره يلعب زون، مره يلعب فول كورت، هنشوف. مايا ليلى الوصي بتجي لها سكرين، طلع على طول ميديم شوت ما بتجيش، تلم هلا مصطفى على طول، طلع للفراري ريم موسى، تاخد نص ملعبها، شوف مين اللي قاطع، بتطلع لدينا عمرو، هتجرب واحده من ثلاثاتها ما بتجيش، بتلم على طول لعيبه رقم 11، تدي لمايا، مايا بتجري بالملعب بتطلع، لكن يمكن السرعه مش موجوده قوي، تدي على طول لرضوى، رضوى بتدي للعيبه رقم 11 وبتسجل اول نقطتين لصالح نادي الصيد، تصبح النتيجه 2-2. ريم موسى مايا مش سايباها، مايا لعيبه صغيره صعدة من 18 سنه وفي منتخب مصر مع الدكتور وائل جسر. ريم موسى محاوله عنتريه، بتلم على طول جنة مصطفى، بتحاول تسكند شوت ما بتجيش، تلم ريم موسى في فض الاشتباك، تدي لهلا مصطفى، هلا مصطفى باونس باص جميله لجنة، بتطلع تاني جنة لبره، ريم موسى لدينا عمرو، دينا عمرو اختراق من الميدل، بتطلع على طول كيك اوت لهلا مصطفى، ثلاثة بونت ما بتجيش، تلم على طول جنة، بتحاول تعوض وتقول لهم لا أنا موجودة، مش نور علي طلعت بس، تلم على طول. مايا بتطلع ليه؟ ليلى القوصي. ليلى القوصي الرضوى تحت الباسكت، وواحدة شمالها كده ما بتجيش. بتدي على طول لعبها هلا مصطفى، بتطلع بملعبها هتخلص ولا هتباص، وتطلع فص بريك لوحدها وتسجل نقطتين بايديها الشمال 4-2 لصالح نادي الاهلي. مايا ومعاها هبه عبد الرحمن، اثنين قريبين في السن، اثنين فاهمين بعض. مايا ليلى لوس بتطلع من سكرين ما بتجيش، تروح لرضوى، مايا بتحاول تخش لكن بيحتسب فاول على طول على اللعيبه هبه عبد الرحمن، بتحتسب من قبل الكابتن احمد محمد سلم. اوت سايد لصالح النادي الاهلي. نادي الصيد عفوا. رضوى اسامه بتطلع على طول للاعيبه سلمى ياسر ما بتجيش، تلم دينا عمرو، دينا عمرو بتطلع فص بريك على هبه، اثنين على اثنين. تنجح تديها لريم موسى، وريم موسى تستعمل الف ب باسكت قواعد الباسكت الاساسيه في البورد وبتسجل نقطتين لصالح النادي الاهلي 6-2. يضغط النادي الاهلي من اول الملعب، يسفر عن قطع الكوره على طول، ريم موسى بتهوش بتحاول تخش وبتنجح انها عفوا تنجح انها تاخد رميتين حرتين بفاول على نادي الصيد، رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. على التنفيذ ريم موسى، ما بتسجلش الرميه الحره الاولى، الرميه الحره الثانيه ريم موسى، لا عفوا الكابتن احمد مدبولي بالحكم الثاني مش كابتن احمد غالب، الرميه الحره الثانيه ريم موسى بتسجل وبتنجح وتزيد الفارق الى 5 نقاط 5-7. يضغط النادي الاهلي ثاني، ليلى القوصي تطلع لمايا، مايا بتحاول تعدي، بتعدي فعلا معاها دفاع قوي من هبه، تعدي لملعبها تدي للاعيبه رقم 11 مايا،
ليلى الوصي بتطلع لها نفس اللعبه. رضوى عفوا مش رضوى، ليلى الوصي دي رضوى اللي معاها الكوره، بتطلع تخش بتسجل نقطتين على طول، تصبح الفارق 7-4 ثلاث نقاط على طول. ما بتستناش الفراري ريم موسى، هلا تحت الباسكت تحاول تلعب بيها 1-on-1 وبتحصل على فاول على طول على اللاعبه رقم 11 لعيبه نادي الصيد. رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. هلا مصطفى على التنفيذ، الرميه الحره الاولى بتسجل 8-4 صالح النادي الاهلي. الرميه الحره الثانيه ما بتنجحش تسجيلها، على طول تلم ريم موسى، طلع لي زميلتها تاني ريم، تحاول تخترق من البيز لاين، وقفتها على طول معتاده وميديا بشوط ما بتجيش، بتلم على طول اللاعبه سلمى ياسر لمايا، مايا بتقف على ملعبها بتدي لسلمى ياسر، سلمى ياسر ليه مايا، تحاول من البيز لاين تخترق وتدي لها ريم هلا مصطفى، لكن على طول بيحصل كده من اللاعبه رقم 11 لعيبه نادي الصيد، بتيجي تعمل ريباوند لكن على طول كابتن احمد مدبولي يحتسب فاول عليها في الريباوند اوتسايد لصالح نادي الاهلي. 8-4 لو زمايلنا في الاعداد يقولوا لنا السكور او التايم عفوا. هبه عبد الرحمن سكرين من جنه تخترق من الميدل، طلع على هلا مصطفى بتجرب واحده من ثلاثاتها ما بتجيش، بلم نادي الصيد، رضوى بتلم بتطلع لمايا بتدور عليها، تطلع مايا جري ملعبها على طول سلمى ياسر، مايا تاني ماسكاها هبه مش سايباها لكن بترتكب فاول على طول، الكابتن اسلام وحيد يحتسبه فاول على اللاعبه هبه عبد الرحمن من النادي الاهلي. 8-4 اوتسايد رضوى لمايا، الاهلي بيلعب مان تو مان، رضوى تاني سكرين لرضوى تنزل على طول الكره تحت الباسكت بتلعب 1-on-1 وبتحاول تعدي تستعمل مربع ما بتجيش، تلم على طول هلا مصطفى طلع للفراري، الفراري بيسبق يقف يطلع ليها لكابيتانو دينا عمرو تهدى على ملعبها توسع المساحه، وعلى طول هلا ريم موسى واحده من اختراقاتها بتسجل نقطتين لصالح النادي الاهلي 10-4. يضغط النادي الاهلي من اول ملعب دبل تيم تراب الثمان ثواني ولا تقطع، لكن على طول مايا رغم حدث سنها وعهدها تخبط على طول الكوره في هبه وتطلعها اوتسايد لصالح نادي الصيد. كابتن احمد مدبولي هو اللي هيديها الكوره يسلمها الكوره، 4 دقائق 40 ثانيه الكوره بتطلع اوتسايد على طول، دينا عمرو بتطلع الكوره اوتسايد. ليلى الاوسي هتطلع الاوت سكرين لمايا بتستلم فعلا مايا، ليلى لوسي بتروح الناحيه الثانيه لكن على طول ما تلحقهاش تطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. ريم موسى تمسك الملعب، هلا مصطفى جنى مصطفى تحت الباسكت بتخترق كده بطريقه جميله وبتسجل نقطتين لصالح نادي الاهلي 12-4. هلا مصطفى لجنى مصطفى نادي الصيد مع الكوره ينجح ان هو اختراق جميل جدا وباص وكت ويقدر يسجل نقطتين لصالحه تصبح النتيجه 12-6. ريم موسى تعدي ناحيه شمالها طلع الهلا مصطفى تنزل على طول هاي لو لكن بتقطع في السكه وتلم مين؟ هبه عبد الرحمن، وهبه عبد الرحمن لهلا مصطفى لكن جنة باصت لجنة لكن جنة كانت في 3 سكند على طول، الكابتن محمد سلام يحتسب مخالفة الثلاث ثواني تحت الباسكت. تنزل دلوقتي اللاعبة سرايا أحد أهم مفاتيح اللعب داخل نادي الصيد وبيعتمد عليها الكابتن محمد حامد، وكانت معارة لنادي سبورتنج في البطولة العربية وقدرت إنها توصل يعني يكسبوا البطولة وخدت أحسن لاعب. سرايا بتقطع منها الكرة لكن على طول الكابتن احمد بدبولي يحسبها لصالح النادي الاهلي نادي الصيد عفوا. اوتسايد لصالح نادي الصيد اقل من 3 دقائق.
8 ثواني على انتهاء الهجمه لصالح نادي الصيد. رضوى تطلع الاوت لسوريا، ابحث عن سوريا، كلمه سر ابحث عن سوريا. ثلاثيه من بعيد لكن بتعدي من بره وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. تشجيع من الكابتن ايهاب الالفي والدكتور محمد جاد المدير الفني والمدرب المساعد او المدرب العام للنادي الاهلي. ريم موسى خلاص مايا هتمسك، مايا عفوا خرجت وهتمسك دلوقتي ريم موسى سوريا من خبرات كبيره في المنتخب وفي الدوري. هلا مصطفى طلع لك الكاود، عايزه تجرب وتجرب وبتجيب وبتسجل ثلاث نقاط، تصبح النتيجه 15-6 لصالح نادي الاهلي. يضغط الاهلي تاني من اول الملعب، سوريا ومعاها ريم موسى، القوه والسرعه، القوه والسرعه. واوت اوتسايد لصالح النادي الصيد. نرجع تاني بعد خطأ فني في الإرسال، جانا مصطفى على الرمية الحرة الأولى ما بتسجلهاش، هنعرف دلوقتي السكور والتايم. الرمية الحرة الثانية بتسجل، الرمية الحرة الثانية اللاعبة جانا مصطفى. سوريا، سوريا سوريا تاني معاك كورة وثلاثة بونت ما بتسجلش، تلم على طول دينا عمرو، سهيل هشام نزلت تدي على طول لريم موسى، ريم موسى تقف على ملعبها وتهدى. دينا عمرو ماسكها رضوى، تنزل على طول الكرة لهلا مصطفى وفيك جميل وبايديها اليمين سيمي هوك ما بتجيش، وعلى طول يحصل لخبطة كده ما بين سلمى ياسر اللاعبة رقم 11، تطلع على طول اوت سايد لصالح النادي الاهلي. السكور لسه نعرف السكور والتايم دلوقتي. فاضل دقيقتين زي ما احنا شايفين 16-6 لصالح النادي الاهلي. دينا عمرو حاول تخترق من ميدل قبل ال 24 ثانيه ما بتجيش، تلم على طول رضوى، طلع لسوريا، السرعه المهاره، تعدي سوريا من واحد واثنين وثلاثه ومعاها هلا، لكن هلا على طول بيحصل فاول، هنشوف دلوقتي على مين، اعتقد انه على سهيل هشام، بيستوجب رميتين حرتين لصالح اللاعبه سوريا لاعيبه نادي الصيد. بيحصل تغيير دلوقتي في صفوف نادي الصيد، وقبل وبعد ما رجعنا من العطل الفني حصل تغيير بخروج هبه عبد الرحمن ونزول اللاعبه سهيله الشام. دلوقتي تمارا شاش اللاعبه رقم 15 اللي هي واقفه ما بين هاله وريم نزلت مكان اللاعبه رقم 11. الرميه الحره الاولى تسجل، سوريا على تنفيذ الرميه الحره الثانيه وبتنجح في تسجيلها، تصبح النتيجه زي ما احنا شايفين 16-8 لصالح النادي الاهلي. الفراري ريم موسى تعدي بملعبها، نادي الصيد بيلعب مان تو مان، ريم موسى بتقف وتشوط ما بتجيش، اير بول واوت سايد لصالح نادي الصيد. هتخرج ليلى القوصي، يضغط النادي الاهلي تاني لسوريا، مش سايباها ريم موسى وهي مش سايبه ريم موسى، تعدي سوريا بالباص للاعيبه تمارا، تمارا لسوريا عايزه تجرب تاني بيز لاين، لكن كده على طول مخالفه المشي بالكره على سوريا وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. ريم موسى تعدي ريم موسى بملعبها، هتعمل ايه؟ هتقف وتشوط ولا هتباصي الهاله؟ على طول هاله، هاله بتخترق من الميدل وسيمي هوك كده جميل وبتسجل نقطتين 18-8. سوريا من الصيد متعدي على طول، تدي لتمارا، تمارا لسلمى، سلمى على طول باك دور كده مع سهيلة مع سوريا، لكن على طول بيحصل فاول من اللاعبه رقم واحد ريم موسى اللي قدامنا، استوجب دخول الكره من الحد الجانبي. تغيير في صفوف نادي الصيد،
القوسي سوريا الدنيا فاضيه هتشوط على طول بدون تردد بتسجل نقطتين ثلاث نقاط لصالح نادي الصيد 18-11. ريم موسى تاني كابيتانو دينا عمرو سهيله ريم موسى تخترق من الميدل تدي الجنة بتخترق من الميدل برضه بتسجل نقطتين بترد بيهم على سوريا 20-11. النادي الاهلي بيعتمد على مفاتيح الباص السريع الفاست بريك الثري بوينت والدفاعات بتاعته متنوعه في خلال الماتش مش هتلاقيه ماشي على سيستم واحد هتلاقيه بيلعب مره ديفنس مره زون عفوا مان تو مان مره زون ديفنس مره بريس فول كورت مره هاف كورت زي ده اللي احنا نشوفه تماره كده الاهلي بيلعب زون ديفنس ليلى القوصي بتشوط اي حاجه بتلم على طول ريم موسى بتهدي على ملعبها ثواني وانا اقول لكم التايم قد ايه ريم موسى هتلعب بايه 20-11 لصالح نادي الاهلي ريم موسى عايز تلعب طلع على طول ليه دينا عمرو على الثلاثيه ما بتجيش وبتلم على طول في السكند شوت هلا مصطفى وبتسجل نقطتين 22 اللحظات الاخيره او معنى صح انتهاء الكوارتر الاول بفوز النادي او بتقدم النادي الاهلي 22-11 لصالحه بفارق 11 نقطه زي ما احنا شفنا الكوارتر الاول الكي بلاير او مفاتيح اللعب بالنسبه للنادي الاهلي متمثله في دينا عمرو متمثله في هاله مصطفى متمثله بجنه مصطفى اثنين صمام امان تحت الباسكت يقدروا يعملوا السكند شوت يقدروا يعملوا الفولو يقدروا يلموا رباوند وحوش تحت الباسكت مفيش معاها صمام امان محترم جدا من الناحيه الثانيه من بره هتلاقي عندك البنتريشن متمثل في دينا عمرو الفاست بريك متمثل في سهيل هشام الثري بوينت والبنتريشن والفاست بريك متمثلين في ريم موسى على الناحيه الثانيه يعتمد نادي الصيد على سوريا هي تقدر تقول كده السنتر بتاع الفرقه اللي تقدر تمشي الفرقه وتقدر تلعب اللي تخلص في الاوقات الحرجه بحكم ان اللعيبه لسه صغيرين ولكن مبشرين النهارده بينزل مايه كويسه ماشيه كويس تقدر تعب بالخبرات اللي اكتسبتها كانت لعبه السنه اللي فاتت مع الصيد يمكن 70% او 80% من مباريات نادي الصيد كان عنصر مهم جدا برغم صغر سنها رضوى سالم الكابتن عامله شغل كويس جدا كجارد وقدرت انها تخترق دفاعيا مش ماشيه وحش بالعكس انا شايف انها ماشيه كويس ليلى القوصي النهارده عامله جيم مش بطال النهارده التعليمات اللي هيتقال ما بين الكوارترين هنشوفها دلوقتي متمثله في ايه وهنشوف كابتن ايهاب الالفي هل هينوع في دفاعاته مثلا يرجع زون ديفنس هل هيضغط من اول ملعب زي ما كان ماشي في الشوط الاول هنشوف كابتن محمد حامد وحوار كده مع الكابتن احمد جمعه المدرب العام هنشتغل ازاي هنعمل ازاي الشوط الثاني هنبتدي نوقف مثلا هلا مصطفى ازاي السكند شوت الريباوند الشوطه كل ده هنشوفه دلوقتي في الكوارتر الثاني صافره اعلان الكوارتر او بدايه اعلان الكوارتر الثاني او الفتره الثانيه هتبدا دلوقتي النادي الاهلي اعتقد نفس التشكيل في ما عدا تغيير واحد بخروج دينا عمرو ونزول رنا علاء نادي الصيد سوريا اعتقد برضو نفس التشكيل سوريا ليلى القوصي رضوى بتبص الناحيه الثانيه لعيبه رقم 13 سلمى لعيبه رقم 11 فيك تحت الباسكت وبايديها اليمين ما بتجيبش على طول بتلم هلا مصطفى بتطلع بالملعب تقف على ملعبها تدي لمين هتدي على طول لريم موسى في لينك كده ما بينهم هما الاثنين تحس انهم حافظين بعض بالعينين بس مش محتاجين اي كلام ريم موسى بتحاول تخترق على طول وراها اللاعبه جنى مصطفى لكن بتقع من ايد رضوى سلمى ياسر وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي لو خدتوا بالكم ريم موسى داخله وراها على طول جنى مصطفى نادي الاهلي نادي الصيد هيبتدي يلعب زون ديفنس عشان يقدر يضايق المساحات يمنع الاختراقات الشوط الكلام ده كله هلا مصطفى الناحيه الثانيه رنا علاء بتحاول تخترق من بيز لاين لكن على طول الكابتن محمد سلام اكتشف انها دست على اللاين وبتصفر عليها اوت سايد لصالح النادي الصيد يحصل تغيير خروج ليلى القوصي زي ما احنا شايفين قدامنا هنعرف دلوقتي مين نازل تنزل على طول لعيبه رقم 12 يارا ياسر سهيله هي اللي ماسكه دلوقتي سوريا تدي ليارا سوريا تاني رضوى حاول تخترق من الميدل توصل ما بتجيش تلم على طول بفدائيه جنى مصطفى ريم موسى
وباصه كده لكن ما فهمتهاش في النص. هلا مصطفى فاست بريك سريع لكن في الاخر ما لقيت هلا مصطفى ما لحقتش الكره. يحصل تغيير تاني في صفوف نادي الصيد. هنقول لكم دلوقتي يمكن الكاميرا مش موضحه. رقم 16 ملك عثمان يضغط النادي الاهلي. سوريا اضغط على سوريا. ملك عثمان توصل الكره ليها. تعدي الكره لسلمى. سلمى يارا لسوريا. سكرين بتعدي سوريا. حاول عدى يعني بنتريشن يشوطه ما لهاش حل تالت. على طول اللاعبه سلمى بتشوط ما بتجيبش بتلم. اللاعبه رقم 6 ملك عثمان بتجرب حظها في الثلاثه بونت ما بتجيش. تلم على طول جنه تطلع على طول لرنا علاء. رنا علاء باصات سريعه هتدي لمين؟ رنا بتهدى على ملعبها وتروح للجنب تدي على طول لعلي المفكر والسوفت وير. ريم موسى على طول هلا مصطفى. ريم تاني باصات سريعه بنتريشن كيك اوت لهلا مصطفى ما بتجيش. بتلم على طول سوريا. تطلع سوريا تطلع بملعبها بتدور على مين بيجري لها ما فيش حد. تضغط عليها سهيله بتحاول معاها تعدي من الواحد والتاني تطلع على طول ليه ملك عثمان لكن تدي على طول لسوريا. سوريا ما بتجيبش على طول تلم جنه. جنه ليه رنا علاء لريم موسى ميديم شوت ما بتجيش على طول. صمام الامان تحت الباسكت هلا مصطفى تعدي بتتخطف في النص على طول للاعيبه يارا ياسر بتلعب 1 ان 1 هي ورنا علاء. رن 1 ان 1 وبتباص باصه جميله كده للاعيبه. سوريا تعلي الفارق او تزود في جعبتها نقطتين 22 13 لصالح النادي الاهلي. ريم موسى واللعبه المتفق عليها تروح الصوره وتيجي الصوره. على طول هنشوف بعد سوريا معاها الكوره ثلاثة بونت من بعيد ما بتجيش. تلم رنا علاء تطلع بالدريبل باص يا رنا باص يا رنا لكن على طول سهيله بتعترض. سوريا بتعترض رنا علاء وتسجل فاول عليها وبيحصل تغيير في صفوف النادي الاهلي. على طول دينا عمرو بتنزل مكان ريم موسى كده اللي هيمسك الملعب رنا علاء. يبقى كده التشكيل بتاع الملعب هيبقى رنا علاء سهيله وهلا مصطفى وجنى مصطفى ودينا عمرو. اوتسايد صالح النادي الاهلي. دي اللي احنا شايفينه ده يا جماعه اعاده لان واضح ان في مشكله. دي لقطات معاده لان في مشكله في المصدر مصدر الارسال. فيعني دي لقطات معاده. دي لقطات معاده اول ما يرجع الارسال هنبتدي يعني بس عشان الناس تبقى عارفه ان دي لقطات معاده. كل دي لقطات معاده زي ما احنا شايفين. عايز اقول لكم ان نتيجه المباراه الاولى ما بين النادي الاهلي ونادي الصيد في المرحله الاولى او في الدور المجمع الاولى المقامه في اسكندريه الاهلي فاز بنتيجه 77-46. دي برضو زي ما احنا قلنا دي لقطات معاده لان واضح ان في مشكله في المصدر مصدر البث. فبنعتذر لحضراتكم وان شاء الله يعني نشوف المشكله وتتحل باذن الله. حاول نرجع تاني للباسكت. هو ده متهيألي هو ده هنا 32-13 ريم موسى. لا دي برضو لقطات معادة لسه برضو زي ما احنا شايفين لقطات معادة. كل اللي احنا شايفينه ده دي الكرة الأخيرة لسوريا وبتسجل بيها نقطتين لصالح نادي الصيد. على ما اتذكر ان هو كان التشكيل كان حصل تغيير بخروج ريم موسى ودخول اللاعبه دينا عمرو وكان هيبقى يقود الملعب كمركز صانع العاب هتبقى رنا علاء. وكل زي ما احنا شايفين كل دي لقطات معاده واضح ان المشكله في المصدر فان شاء الله تتحل باذن الله. زي ما احنا شايفين بساطة سريعه من النادي الاهلي. شوف النادي الاهلي برضو لسه لقطات معاده. التشكيل الاخراني قبل القطع على طول كان حصل هنا التغيير زي ما احنا شايفين دي في اللقطه المعاده. خرجت هنا ريم موسى ونزلت مكانها دينا عمرو. هيبقى التشكيل في النادي الاهلي هيبقى سهيله ودينا عمرو واللي هيمسك الملعب رنا علاء وتحت
اوكي. طب احنا دلوقتي يا جماعه واضح ان المشكله كبيره، فهنضطر نخرج لفاصل وان شاء الله هنرجع اول ما المصدر يرجع تاني، فالى ان نلتقي مره اخرى بعد الفاصل. نرجع تاني للمباراه، نعتذر لحضراتكم عن هذا العطل. نرجع تاني للمباراه 28-22 لصالح النادي الاهلي. على طول النادي الاهلي بفاست بريك لريم موسى وتنجح في تسجيل رميتين على طول او نقطتين لصالح النادي الاهلي، تعلي السكور 30-22. النادي الاهلي حصل فيه تغييرات زي ما احنا شايفين، ساره مغربي نزلت تمام، وهنشوف له دلوقتي التشكيل. سرايا من نادي الصيد، الاهلي بيلعب زون ديفنس، زينب الزين الناحيه الثانيه، رقم 12 يارا، سرايا ثلاثه من بعيد ما بتجيش ايربول، تلم زينب الزيني احدى نشاط النادي الاهلي، بس سريع على طول للكابيتانو واسيست جميل جدا من ساره مغربي تزود الفارق 10 نقاط لصالح النادي الاهلي. اعتقد تايم اوت هنا على طول يستجيب على يطلب على طول الكابتن محمد حامد او دكتور محمد حامد تايم اوت لايقاف اتساع الفارق ما بين الفريقين. النادي الاهلي بيمثله دلوقتي فرد الملعب ساره مغربي، دينا عمرو، نادين ياسر ابو الفتوح، هاله مصطفى، و ريم موسى. نادي الصيد هنشوف دلوقتي، يمكن اللعبه كانت سريعه ما لحقناش نلقط اللاعبات اللي موجودين في نادي الصيد، لكن انا اعتقد ان هم سوريا رقم 8 ومرام مختار رقم 11 وملك عثمان رقم 6 ورضوى اسامه رقم 7 كابتن الفريق، وهنشوف مين اللعيبه الخمسه. تشاور هنعرف دلوقتي فاضل قد ايه، من فاضل دقيقه 50 ثانيه من احداث زمن الفتره الثانيه او الكوارتر الثاني. النتيجه زي ما احنا شايفين قدامنا 32 الاهلي، الصيد 22، 10 نقاط لصالح النادي الاهلي. واحب افكركم ان النهارده اول يوم وده المباراه الثانيه في اليوم الاول. المباراه الاولى انتهت لصالح سبورتنج 70-49 مع نادي الشمس، كده نادي سبورتنج اصبح رصيده من النقاط 13 زي ما احنا عارفين ان اللي بيفوز بياخد نقطتين واللي بيهزم ياخد نقطه. كده نادي سبورتن اصبح متساوي مع النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي لو كسب طبعا هيصبح فرق نقطتين زي ما هو. نرجع للمباراه، مايا يضغط الاهلي من ثلاث ارباع الملعب، ليلى القوصي، مايا بساط سريعه، مايا تاني، رضوى وتماره تحت، الاهلي بيلعب زون ديفنس، تحاول مايا تعدي، مايا تعدي وبتخترق وتنجح في تسجيل رميتين نقطتين. يعني زينب الزيني بتقول نادين روح قبل. ريم موسى بقياده الملعب صانع العاب النادي الاهلي سوفت ويرو، ساره مغربي، كابيتانو دينا عمرو بتهوش كده وكله بيروح معاها وبتفضي نفسها، لكن على طول تنجح تمرة انها تاخد الكره منها، بتطلع الكره لمايا، مايا بتمسك الملعب وبتعدي، سوريا خرجت بره الملعب، بتدي على طول ليارا، يارا بتسجل ثلاث نقاط وبيحصل كام باك كده لنادي الصيد 35. لا السكور في حاجه غلط، هنشوف تاني على طول. الكابتن ايهاب الالفي يطلب تايم اوت لصالحه عشان يوقف الفرق اللي حصل. 5 بونت دول كان 10 بونت في هجمتين على طول، مايا بتسجل نقطتين واللاعيبه رقم 12 يارا ياسر بتسجل 3 بونت في هجمتين لم يسجل فيهم النادي الاهلي. تصبح النتيجه زي ما احنا شايفين على الشاشه 32-27 صالح النادي الاهلي. طبعا الكابتن ايهاب زي ما احنا شايفين العصبيه باين عليه، يعني هجمتين 5 بونت بعد ما كنت فارق 10 بونت بقى 5 بونت. تعليمات ليه زي ما احنا شايفين لنادين ياسر ابو فتوح بيشرح لها ايه اخطائها وايه المفروض تعمله. صفاره تعلن انتهاء التايم اوت. نعتذر طبعا للساده المشاهدين على هذا انقطاع البث، ده عطل فني احنا بنعتذر لكم وبنكرر اسفنا، وان شاء الله تستمتعوا بالمباراه، وان شاء الله غدا بكره باذن الله الساعه 4 الاهلي وسموحه
في اليوم الثاني واول مباراه الساعه الرابعه، وان شاء الله تشوفوها على قناتكم المعتاده قناه النادي الاهلي. ينزل النادي الاهلي ريم موسى، ساره مغربي، نادين ياسر ابو الفتوح، زينب الزيني، ودينا عمرو. كابتن اسلام وحيد واقف هيسلم الكره. اوت سايد لصالح النادي الاهلي بعد يعني زي كده تعديل للاعبين في التايم اوت. ساره مغربي بتعدي بملعبها، يضغط نادي الصيد، حاول يعمل ترابات في الجناب. ساره مغربي تدي على طول لسهيله اللي نزلت مكان دينا، وهاله مصطفى اللي نزلت مكان زينب، بتشوط ميديم شوط ما بتجيش، تلم على طول مايا بتهدي ملعبها، معاها سلمى ياسر، معاها يارا، ومعاها رضوى وتماره اللي معاها الكوره، بتباصي بصات هاي لو كده من الميديم سيمي هوك ما بتجيش، تلم سهيله تطلع على طول لريم موسى، ريم موسى على الفاست بريك لساره مغربي بتقف على ملعبها، تهدي تدي لريم موسى تاني تظبط ملعبها، صيد زون ديفنس 2 3 ريم موسى، محاوله باصات سريعه واختراقات زي ما عودنا النادي الاهلي، سكيب باص الناحيه الثانيه لها لسهيله ميديم شوت ما بتجيش، بتلم بتحاول معاها نادين ياسر وبتطلع بتحاول تلحقها مايا من تحت الباسكت، لكن تطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. لو هنعرف نعرف التايم 32 27 لصالح النادي الاهلي، ده اعتقد ثواني قليله وينتهي الفتره الثانيه. اوت سايد للنادي الاهلي، هلا مصطفى، واحده من ثلاثات سهيله هشام ما بتجيش، تعافر معاها نادين ياسر، وفي اخر لحظه بتحاول ميديم شوت من اللاعبه ريم موسى لكن ما بتوفقش في تسجيلها. ينتهي عفوا ينتهي الفتره الثانيه او الكوارتر الثاني 32 لصالح النادي الاهلي 27 نادي الصيد. على ان نلقاكم اعزائنا المشاهدين مشاهدي ومتابعي ومحبي قناه النادي الاهلي في الفتره الثالثه او الكوارتر الثالث، استراحه ما بين الفترتين ونلقاكم على خير ان شاء الله. شكرا لحسن المتابعه، على ان نلقاكم مره اخرى، شكرا لسيادتكم. على بركه الله نبدا الفتره الثالثه، تشكيل النادي الاهلي، هلا مصطفى، جنى مصطفى، ريم موسى، سهيله هشام، ودينا عمرو، يمكن هو نفس التشكيل في بدايه الكوارتر الاول باستثناء خروج هبه عبد الرحمن ودخول سهيله هشام. اما نادي الجزيره او عفوا نادي الصيد بادئ بمايا، بادئ ب الأوسي، لما نقرب الكاميرا كده هنشوف، بادئ بمرام مختار وتمارا ويارا ياسر. جانا مصطفى ميديم شوت، سجل نقطتين 34 27 لصالح النادي الاهلي، يضغط النادي الاهلي من ثلاث ارباع الملعب 2 1 2. تمارا معاها هلا مصطفى، بتبص الناحيه الثانيه تتخطف، لكن على طول تاخد يارا، يارا تهدي ملعبها تدي لمايا، مايا لرضوى، رضوى لتمارا، سكيب باس الناحيه الثانيه لمايا، مايا بسلم من بعيد كده بتحاول تسجل نقطتين ما بتجيش، تلم على طول جانا مصطفى اللي النهارده عامله جيم انا شايفه دفاعي قوي جدا، يهدي على ملعبها هلا مصطفى، جانا تحاول تخترق من النص ميديم شوت، بتسجل نقطتين اول اربع نقاط يا جانا ما شاء الله عليكي في بدايه الكوارتر التالت. بتقول لي لا انا مش كمان عامله دور دفاع وعامله كمان دور هجوم. كره الرضوة نادي الصيد ليه مايا، مايا بتبص لتمارا، تمارا بتحاول كده من البيز لاين وبتسجل نقطتين، تنجح في تسجيل نقطتين 36 29 لصالح النادي الاهلي، سبع نقاط فارق. دينا عمرو تاخد سكرين من هلا مصطفى، زون ديفنس 2 3 نادي الصيد، ريم موسى بتطلع سكيب باس لهالة، هالة عفوا لسهيلة، سهيلة بتجرب ما بتجيش، على طول سكند شوت عند مين؟ عند جنة مصطفى، خلينا حافظين بقى. دينا عمرو هتجرب هي كمان حظها وبتسجل وبتنجح في تسجيل ثلاث نقاط 39 29 للنادي الأهلي 10 نقاط. نرجع تاني مايا لتمارا، تمارا الناحية التانية لسلمى، وسلمى بتعترضها على طول جنة مصطفى بفاول أوت سايد لصالح النادي الصيد. كابتن اسلام وحيد هو اللي احتسب الفاول، اوت سايد لصالح نادي الصيد من البيز لاين، رضوى لمايا، الاهلي زون ديفنس 2 3،
مايا تاني، لكن بتطلع الكرة اوت سايد من اللعيبة يارا، حاول تدي باصة كده سكيب باص للعيبة مايا، لكن مايا تطلع كرة بعيد عنها واوت سايد لصالح النادي الاهلي. في صفارة، هنعرف ايه اللي حصل دلوقتي. خرجت اللعيبة يارا من نادي الصيد ونزلت ليلى القوصي رقم 88. جنى مصطفى هايلو كده جميل جدا من من جنى الهالة، وبتسجل نقطتين بطريقة شيك قوي وطريقة حلوة قوي. نقطتين لصالح النادي الاهلي 41-29، دفاع 2-1-2 من ثلاث ارباع الملعب. تبص الكرة لرضوى، رضوى لمايا، مايا الهالة عفوا لليلى، زون ديفنس النادي الاهلي تمارا، لكن على طول مخالفة الكرة لسه صغيرة اتخضت فعملت مخالفة مشي بالكرة اوت سايد لصالح النادي الاهلي. كابتن محمد سلام بيسلم الكرة لسهيلة، ريم موسى مسكها مايا، دينا عمرو تحاول تخترق، تطلع الهالة مصطفى، جنى مصطفى، لكن بتحاول تدي لدينا عمرو اللي هي واخده بوزيشن، ما بتقطع على طول في النص مايا، تهدى على ملعبها مايا، تمارا زون 2-3 النادي الاهلي، ليلى القوصي، تمارا بتجرب حظها في الثلاثات ما بتجيش، بتلم على طول جنى مصطفى، لكن بتخبط في ايد هلا مصطفى قبل ما تخرج وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الصيد. واحد واربعين 29 لصالح النادي الاهلي. الاهلي زون ديفنس زي ما اتفقنا من الاول، الكابتن ايهاب الالفي هينوع في دفاعاته، هو معودنا على كده، بيحب ينوع في دفاعاته وفي هجومه، طرق هجومه وطرق الدفاعيه بيحب ينوع فيها في الجيم كله. فاست بريك للنادي الاهلي، وبيديها الشمال هلا مصطفى، اسيست جميل جدا من اللاعبه ريم موسى، نقطتين في جعبه النادي الاهلي 43-29 لصالح النادي الاهلي. زون ديفنس نرجع تاني، الاهلي بدا في الكوارتر الاول والثاني مان تو مان، دلوقتي بيلعب زون ديفنس، ليلى القوصي باصات سريعه، رضوى بتحاول تخترق، طلع ليلى، ليلى بتحاول تهوش وتشوط ما بتشوطش، ترجع تاني لرضوى، بلوك جميل جدا من هلا مصطفى، ما بتاخدش في السكه، على طول تلم زمارة وبتباصي اللاعبه سلمى ياسر، لكن على طول كابتن اسلام واحد يقول لها تعالي هنا، مارشيه مخالفه المشي بالكره اوت سايد لصالح النادي الاهلي. لكن هي لو ما كانت ما يعني لو كانت مش ووك كان هيبقى شكلها حلو قوي. اوت سايد صالح النادي الاهلي، ريم موسى، الفراري، هلا مصطفى، جنى مصطفى تاخد بوزيشن بتقطع، لكن على طول كابيتانو دينا عمرو بتاخد الكره وبتباصي لجنى، لكن مخالفه الثلاث ثواني بيحتسبها الكابتن اسلام وحيد على النادي الاهلي. تنزل سوريا صانع العاب نادي الصيد وعنصر خبره داخل هذا النادي. سوريا رضوى، ثلاثية من رضوى بتسجل ثلاث نقاط، 32-43 لصالح النادي الاهلي، تسع نقاط. ريم موسى حد هيرد عليها، هنشوف سكرين من سوريا، ريم موسى بتحاول تخترق بايديها الشمال بتسجل نقطتين، ردت عليها الا حته، 43 النادي الاهلي، 32 نادي او عفوا 45 نادي الاهلي، 32 نادي الصيد. دي لقطات للإعادة تاني، معلش بنعتذر طبعا على العطل، هذا العطل الفني، وإن شاء الله يتم تصليحه سريعا، لكن زي ما احنا شايفين متعودين دايما كابتن إيهاب الألفي معودنا يدي كل حتة في الجيم كده، عامل زي بلان، يدي كل حتة في الجيم، مثلا حتة دي عايز التايم ده، عايز زون ديفنس، عايز بريس، عايز مان تو مان، كابتن إيهاب الألفي معودنا على كده. حتى دفاعاته، حتى طرقه الهجوميه هتلاقيها متنوعه ما بين الفاست بريك، ما بين الثري بوينت، ما بين البنتريشن، ما بين الجيف اند جو والباصات السريعه، دايما كابتن إيهاب الألفي معودنا على هذا الاسلوب. لو تابعنا دايما في مبارياته هتلاقيه على طول اعتماداته على هذه الاساليب، وده طريقه هذه الطرق الهجوميه مخليه سكوره دايما هاي، يعني بالنسبه للبنات يعتبر سكوره عالي، بالنسبه للبنات يعتبر سكوره عالي جدا. نعتذر طبعا على هذا البث، انقطاع البث زي ما احنا دي اللقطات معاده، نتيجه العطل الفني، فاحنا بنعيد لقطات كده سريعه زي ما احنا شايفين. جنى مصطفى
ميديم شوت، دي يمكن تاني باسكت تجيبه جنة مصطفى في هذا الكوارتر او الكوارتر الثالث. كان اول 4 بونت كانوا لجنة مصطفى. ونادي الصيد زي ما احنا متفقين نادي الصيد عناصر الخبرة عنده متمثلة في رضوى وسوريا، اما مايا عناصر الشباب اللي امتزجت بالخبرة نوعا ما زي مايا زي يارا زي سلمى ياسر زي مرام مختار، يعني مأديين دورهم على الوجه الاكمل، لكن فرق الامكانيات وفرق الخبرات اعتقد انه صب يعني لصالح النادي الاهلي، لكن ما ينقص من قدره. زي ما احنا شايفين دي لقطات معادة، تلاتية اللي جت على طول بعد الباسكت اللي جابته جنة مصطفى عشان توسع الفارق. زي ما احنا شايفين ده دفاعات كابتن ايهاب الالف، 2 1 2 3 ارباع الملعب على طول تحت الباسكت. هنا حصل فاول كان المفروض تقفل من البيز لاين اللاعيبه جنة مصطفى، وقدرت تحصل عليه اللاعيبه سلمى ياسر. سلمى ياسر بتلعب، يعني انا في حديث مع الكابتن محمد حامد، سلمى ياسر من اللاعبات اللي هو زي ما بيسموهم كده الجوكر، تلعب في 4 و5 زي عند زي في النادي الاهلي. هلا مصطفى ممكن توظفها في 4، ممكن توظفها في 5، ممكن توظفها كطرايه 3 و2. دي برضو نفس القصه من لاعبات الجوكر. ريم موسى رجعنا تاني وبنعتذر عن هذا البس. ورميه حره 49-36 لصالح النادي الاهلي، ورجعنا تاني زي ما احنا شفنا اخر رميه حره لهلا مصطفى. رضوى بتدي على طول اللعيبه سلمى ياسر، بتحاول تطلع لسوريا، سوريا في البيز لاين ثلاثه من ثلاثاتها ما بتجيش، صراع تحت الباسكت تخلصه على طول. سهيله تدي على طول لريم موسى، وباصه كده جميله للاعيبه هلا مصطفى، تطلع كيك اوت سريع ساره مغربي، دقيقه و23 ثانيه هلا بتباصي لريم موسى، ساره مغربي هتجرب حظها وتعلى بالسكور، لكن ايربول تطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. دقيقه وحوالي 17 ثانية على انتهاء الفترة الثالثة، 49-36 لصالح النادي الاهلي. سوريا متعدي في ملعبها، زون ديفنس النادي الاهلي، سارة مغربي نزلت مكان دينا عمرو، يارا سوريا او عفوا سلمى رقم 13 حاول تخترق، سلمى دفاع قوي بتدي على طول للاعبة مرام بتطلع ليه القوسي، لكن بتشوط 3 بونت ما بتجيش، تاخدها ساره مغربي تدي على طول لسهيله تحت 3 بونت في البيز لاين ما بتجيش، على طول السكند شوت جاهز على طول هلا مصطفى، طلع ليه ريم موسى بتحاول تخترق، طلع لسهيله تاني بتجرب حظها المره الثانيه، والنوادي بتنجح وبتزيد نقاط النادي الاهلي 3 نقاط 52-36 لصالح النادي الاهلي. الاولانيه ما جاتش، قالت لك الثانيه هتيجي، وعشان كده كابتن ايهاب الالف مد الثقه في الشوط، فاللعيبه عندها ما بتخافش، مش واحده ضاعت خلاص ان الموضوع ضاع. نرجع تاني للمباراه، ليلى القوصي تحاول تخترق لمرام، مرام مأديه النهارده دور هجومي انا شايفه كويس جدا في الكورتر الاول والثاني، تلم الكره للنادي الاهلي على طول فاست بريك لسهيله لهلا مصطفى، بتهدي على ملعبها ريم موسى لسهيله تاني هتجرب وتشوط، لا بتحاول تخش تطلع كيك اوت، لكن في النص على طول رضوى اسامه لاعيبه نادي الصيد تعترضها بفاول، اعتقد هنا يستوجب رميتين حرتين ولا ايه، اعتقد اوتسايد لصالح النادي الاهلي. على التنفيذ ساره مغربي، نزلت نادين ياسر ابو فتوح مكان جنى مصطفى هلا مصطفى، لكن على طول سوريا ترتكب فاول برميتين ولا ايه، لا اعتقد انها اوتسايد هلا مصطفى، ساره مغربي زون ديفنس نادي الصيد نادينا ابو الفتوح، وكات كده حلوه قوي، لكن اعتقد ان في صفاره مخالفه 3 ثواني اعتقد كده، حتى تعابير وش كابتن ايهاب بتقول ان مخالفه 3 ثواني، وتهريج كده ما بين المدرب ولاعبيه ما بين الكابتن ايهاب وما بين سوريا. نعرف التايم قد ايه دلوقتي، 52-36 لصالح النادي الاهلي، 2-3 زون ديفنس النادي الاهلي، ساره مغربي وريم موسى وسهيله ونادين وهلا مصطفى،
خش كده في النص اللعيبه رقم 13 سلمى ياسر، لكن بتعترضها على طول اللاعبه نادين ابو الفتوح بفاول يستوجب دخول الكره من الحد النهائي. كابتن احمد مدبولي بيسلم لسوريا، طلع لمين؟ بيطلع لرضوى، ليلى القوصي بتشوط ثلاثايه ما بتجيش، تعدي الناحيه الثانيه على طول لين موسى، لكن هنا بيحصل فاول على نادي الصيد. تطلع بالفص بريك، حد بيعترضها وبتطلع اوتسايد. حصل تغيير في نادي الصيد، رميتين حرتين، هنشوف التغيير مين دلوقتي. انا شايف قدامي سوريا ورضوى ومرام مختار وسلمى ياسر، هنشوف الخمسه مين. ريم موسى الرميه الحره الاولى ما بتجيش، تتلقى التشجيع من زميلتها، سلم الكره لكابتن محمد سلام بيأمن على اللاعبات عشان ما حدش يعدي الخط قبل ما كرة الشوط. ريم موسى رمى الحرة الثانية، ورقم 12 يارا ياسر من نادي الشمس. سجل رمى الحرة الثانية 53 36، هنعرف التايم فاضل قد ايه دلوقتي، لو زملائنا في الاعداد يقولوا لنا. رضوى، يارا، سوريا، دفاع قوي. يارا تدي الكرة لسلمى وبتخترق على طول وبتسجل نقطتين لصالح نادي الصيد، وبتاخد فاول من اللاعبة نادين ياسر ابو الفتوح رقم 55 يستوجب رمية حرة اضافية لصالح نادي الصيد. كان المفروض نادين ابو الفتوح تقابل بخطوة كمان عشان ما تلحقش تعمل فاول او تاخد منها الفاول. على التنفيذ لعبة سلمى ياسر ما بتجيبش، رمية الحرة الاضافية ريم موسى 50 ثانية، ريم موسى بتشاور على الخطه اللي هتفقوا عليها، يجي لها سكرين من هاله مصطفى، حافظين بعض، ساره مغربي، هاله مصطفى بتدور على نادين ابو الفتوح عايزه تلعبها، هاله مصطفى بتفنش بتلاتايه 59 40، يتسع الفرق لاول مره 19 نقطه في الكوارتر الثالث، ثلاث نقاط في جعبه النادي الاهلي. رضوى نادي الصيد ميديم شوت من اللاعبه رقم 13 سلمى ياسر بتنجح في تسجيل نقطتين تضيق الفارق 17 نقطه 59 42. كابتن محمد حامد بيقول لهم ركزوا في الديفنس، لكن الاداء الاهلي اقوى في الاوفنس. ريم موسى تطلع كده لهاله مصطفى، لريم موسى تاني بتدور على ثلاثيه تجربها تاني، لا تدي لسؤال وتغير رايها تخش من البيز لاين ونقطتين ما بيجوش، تلم على طول مرام وصراع تحت الباسكت ما بين مرام وما بين سهيله، بينتهي لصالح مين؟ لصالح سهيله، هي اللي بتاخد الكره وبتحتضنها، لكن الحكم ليه راي تاني. سلامات للاعيبه مرام لعيبه نادي الصيد، يعني سهيله نزلت برجليها كده على وشها بس هي ما تقصدش طبعا لانها ما شفتهاش، لكن اعتقد الحيازه التبادليه هنا الكابتن استاف شاور ناحيه نادي الصيد. سلامات للاعيبه مرام لاعيبه نادي الصيد، وسلامات للاعيبه سهيله هشام، واضح ان في حاجه هي كمان نازله عندها شد خفيف في الخلفيه يعني، ف الف سلامه ليها وسلامات لكل لاعيبتنا. هلا مصطفى بتقومها وبيطمنوا عليها، هنشوف اذا كان هيحصل تغيير ولا انا متهيألي حصل تغيير فعلا. خرجت نادين ياسر مفتوح بس مش عارفين مين نزل، هنشوف دلوقتي. 56 40 سوريا، سوريا المرام، مرام لرضوى وبتتخطف في النص كده على طول ساره مغربي، تطلع لريم موسى، ريم موسى في اخر لحظات المباراه بتشوط ميديم شوت لكن ما بتوفقش في تسجيلها، وتنتهي الفتره الثالثه او الكوارتر الثالث بنتيجه 56 40 لصالح النادي الاهلي. مباراه اتسع الفارق بها، بدات زي ما قلنا بفارق سبع نقاط، انتهى الكوارتر الثالث ب 56 40 لصالح النادي الاهلي، انتهى بفارق ال 16 نقطه. اذا بدايه الكوارتر الرابع والفتره الاخيره في المباراه، كابتن اسلام وحيد على تسليم الكره، النادي الاهلي ساره مغربي، ريم موسى، هاله مصطفى، زينب الزيني و سهيل هشام، نفس تشكيل النادي الاهلي في نهايه الكوارتر الرابع، زينب الزيني،
بتدي باصة كده صعبة شوية لكن بتطلع على طول لسهيلة، سهيلة تجرب حظها المرة الثالثة ما بتجيش، تلم على طول سرية بتطلع فص بريك، تمتاز بالسرعة، تمتاز بالثقة، تمتاز باللياقة، لكن على طول الفراري بيقطع منها الكرة وبيطلع فص بريك، وباصة جميلة جدا 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 من هنا لبكرة يا ريم للاعيبة سارة مغربي، بتسجل نقطتين وأول نقطتين بالشياكة وأناقة 58-42 لصالح النادي الأهلي. سوريا زون ديفنس النادي الاهلي زي ما احنا مع ترابات في البيز لاين، تتقطع على طول من هلا مصطفى، الفص بريك السريع من الفراري، بتسجل نقطتين كمان وبتزود النتيجه من 16 نقطه ل 20 نقطه في اقل من دقيقه. نفذ الكابتن كابتن ايهاب الالفي لاعبات النادي الاهلي، نفذوا تعليمات كابتن ايهاب الالفي، زون ديفنس مع ترابات في البيز لاين سواء هنا ولا هنا، قدر النادي الاهلي انه ينجح، ضيق المساحات، قطع كورتين باتنين فص بريك منهم واحد اسيست، مفيش اجمل من كده من لعيبه ريم موسى للعيبه ساره مغربي اللي كانت على الميعاد والمكان المناسب والمناسب جدا وسجلت اول نقطتين في الكوارتر. على طول الكابتن محمد حامد قال لك لا تايم اوت عشان الموضوع ما يفتحش مني اكتر من كده. افتكروا هيكمل كابتن ايهاب الالفي، هيكمل على نفس هذا المنوال، هيغير في التكتيك بتاعه، هيغير في الاستراتيجي بتاعته على النقيض الناحيه الثانيه او على الجانب الاخر من النهر. هل الكابتن او الدكتور محمد حامد هيوقف الزحف الاهلاوي ازاي في الديفنس، هيقدر يتعامل معهم في الاوفنس ازاي، السكند شوت، الحجز، البوكسن اوت، كل الكلام ده هنشوفه بعد هذا التايم اوت اول ما يخلص. نادي الاهلي الخمسه اللي فنش بيهم الثالث، هم اللي خمسه اللي بداوا بيهم النادي الاهلي في الكوارت الرابع، ساره مغربي، سهيل هشام، ريم موسى، هلا مصطفى، وزينب الزيني اللي نزلت مكان نادينا مفتوح في اخر ثواني الكوارتر الثالث. الناحيه الثانيه هنشوف مين الخمسه، ده قدامنا سوريا، قدامنا رضوى رقم 7 ورقم 8. كابتن سلام بيسلم الكره وبيبدا المباراه. سوريا، رضوى، يبقى مرام تحت الباسكت ومعاها اللاعبه سلمى. سوريا وان مان شو، بتحاول تطلع تقفل الدنيا عليها، بتبدا رضوى، باصه سليم الرضوى، تحاول تخترق رضوى، وباصه جميله جدا رضوى من اللاعبه رضوى كده، خلت الناس فوق ومباصه هي من تحت اللاعبه يارا ياسر، بتسجل نقطتين اول نقطتين ليهم في الكوارتر الرابع 42-60، ده الفارق 18 نقطه. هلا مصطفى، الكره مع الاهلي، تنزل لزينب الزيني، بتحاول تلعب ما تحاول تطلع كيكه وتقطع منها في السكه على طول، تلم سوريا، سوريا اي كره من الكور دي ما بتسيبهاش، طلع تاني ليه اللاعبه رقم 12 يارا، واشتباك كده بيفضوا على طول الكابتن محمد سلام بصفاره والحيازه التبادليه لصالح نادي الصيد. اوتسايد لصالح نادي الصيد على تنفيذ خروج الاوتسايد. رضوى لمرام، مرام لسوريا، تبحث عن منفذ للثلاثة بونت او البنتريشن. يارا لمرام تحت الباسكت، فوت وورك كده سريع لكن ما بتجيش، وتلم هلا مصطفى تجري بالفصل بريك، توسع لها على طول ريم موسى تقول لسارة مغربي جربي، ما بتجرب وما بتجيش، استبسال في الدفاع الصيداوي، دفاع الصيد على طول. سوريا تبحث عن رضوى، ورضوى تنزل الكرة على طول لسلمى ياسر، تعترضها اللاعبة زينب الزيني رقم 20 بفاول اوت سايد لصالح نادي الصيد. يحصل تغيير، تخرج زينب، تخرج على مصطفى وتنزل جنة مصطفى. سوريا زون 2-3 نادي الاهلي. سوريا تدي لسلمى ياسر، سلمى ياسر لرضوى، سلمى ياسر اختراقات من بعيد، بتشوط اي حاجه ما بتجيش، تلم على طول الفراري، يطلع بالكوره مين يجري معاها على طول، سهيله بتطلع الناحيه الثانيه لساره مغربي، ساره مغربي لجنه مصطفى لسه نازله بنتريشن، بتاخد فاول ولا مارشيه، اعتقد ان هي مارشيه او مخالفه المشي بالكره على اللعيبه جنه مصطفى، اوت سايد لصالح النادي الصيد. سوريا، رضوى الصيد، حاول تخترق، طلع سوريا، تلاقي فرصه تشوط مش هتستنى، بتخترق
وبتحاول تسجل ما بتجيش، لكن بيحصل هنا في صفاره من الكابتن محمد سلام على اللاعبه سهيله، فاول لصالح نادي الصيد. اوتسايد تغيير بيحصل، سهيله بتخرج، اعتقد دينا عمرو ولا رنا علاء، دينا عمرو هي اللي نزلت. زون 2 3 لسه النادي الاهلي شعار هذا الكوارتر. مرام لسوريا، يارا وبتجرب حظها مع الثلاثات وبتسجل وبتنجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح نادي الصيد 60-45. يا دي كل فارق 15 نقطه بعد ما بدانا في اول دقيقه تقريبا ب 20 نقطه. ساره مغربي سكيب باس الناحيه الثانيه لدينا عمرو لسه نازله وبتشوط، بتجرب بترد عليها على طول، توسع الفارق من 15 ل 18 نقطه، يصبح النتيجه 63-45 لصالح النادي الاهلي. سوريا مباراه ما بين العمالقه، ثلاثات هنا وثلاثات هناك. سلمى بتطلع ليه رضوى، رضوى بتجرب ثلاثه كمان ما بتجيش، زينب الزيني بتلم بتطلع على طول لدينا عمرو، فص بريك 2 على 2 ثلاثه تالتة جت، سارة مغربي اهدي على ملعبك يا سارة، جنة مصطفى وباصة هاي لو كده حلوة من مصطفى لزينب، لكن بتعترضها على طول اللاعبة رقم 12 يارا ياسر بفاول يستوجب دخول الكرة من الحد النهائي للنادي الأهلي. أوتسايد للنادي الأهلي، دينا عمرو، ريم موسى تلاتاية بتجرب بتسجل على طول، توسع الفارق تاني من 18 ل 21 نقطة. هنعرف التايم قد ايه، 66-45 لصالح النادي الأهلي. سوريا بتدي على طول لرضوى، زون 2-3 بتدي على طول للاعيبة رقم 12 يارا، بتشوط تلاتة بونت ما بتجيش، سلمى بتلم، بيحصل هنا فاول على اللاعبة زينب الزيني لاعبة النادي الأهلي. أوتسايد لصالح، ده ايه اللي حصل؟ بيحصل تغيير لصالح النادي الاهلي وتغيير لصالح نادي الصيد. بتخرج اللاعبه ريم موسى وبتنزل مكانها اللاعبه هبه عبد الرحمن، وبتخرج اللاعبه سلمى ياسر، وهنشوف نزل مكانها مين دلوقتي. اعتقد تماره هي اللي نزل. اللي مسك الملعب دلوقتي ساره مغربي، بتحاول تعدي من سوريا، لكن سوريا على طول بتخطف الكوره وبتسجل نقطتين تضايق الفارق تاني ل 19 نقطه 66-47 لصالح النادي الاهلي. تضغط تاني سوريا على ساره مغربي، بتعدي ساره مغربي النبادي، بتدي لدينا عمرو هتجرب حظها تاني وتجيب، وبتجيب فعلا وبتعلي الفارق 69-47 لصالح النادي الاهلي 22 نقطه. يتسع الفارق تاني، يتسع الفارق تاني. رضوى ليه يارا، اي حاجه بتلم زينب الزيني تطلع لدينا عمرو، دينا عمرو فص بريك 3 على 1 وبتنجح انها هبه عبد الرحمن تباصي لساره مغربي وبتسجل نقطتين لصالح النادي الاهلي على طول. كابتن او الدكتور محمد حامد على طول تايم اوت، الفرق اتسع من بقى 71-47 يعني 24 نقطة، 24 بونت هو الفارق بين النادي الأهلي ونادي الصيد. طبعا النادي الأهلي هذا السكور راجع للتغييرات دايما اللي بيعملها الكابتن إيهاب الألفي، راجل ما بيعتمدش على حاجة واحدة، ما بيعتمدش على لعيب واحد، بيعتمد على تلاتات، يبقى يقدر يفضي اللعيب ازاي ويقدر يخليه كويس في الشوطة والكلام ده كله، بيعتمد على الفص بريك، عنده لعيبة سريعة زي سهيل هشام تقدر تجري على الفص بريك، دينا عمرو قطرات قاطعه واجنحه طائره تقدر ان انت تعتمد عليهم في الفص بريك، عندك لعيبه تحت الباسكت تقدر تبني لك من اول السكند شوت عفوا من اول الريباوند تقدر تبني لك فص بريك كويس زي دينا زي هاله مصطفى واللاعيبه جنه مصطفى وطبعا نادين ابو الفتوح. تمام، عندنا طبعا من الغيابات رنا عبد الظاهر، واحده من اللاعبات اللي بتمتاز بالبنتريشن والثري بوينت كويس جدا، طبعا ده اعتماده على اكتر من حاجه، زائد الطرق الدفاعيه بتاعته اللي دايما بينوعها بيقسمها كده، تحس ان هو ايه مدي من الدقيقه الاولى للدقيقه كذا هنعمل ديفنس كذا، ومن الدقيقه كذا للدقيقه كذا هنعمل ديفنس كذا، تحس ان هو مقسم الجيم بالطريقه دي. هنشوف دلوقتي الكابتن ايهاب الالفي التعليمات اللي اداها بعد التايم اوت اللي طلبه الكابتن محمد حامد، ده التايم اوت الثاني. زي ما احنا شايفين على الدكه اللاعيبه نور علي طلعت، بنتمنى لها السلامه ان شاء الله. رجع تاني الكابتن ايهاب الالفي 2-3 سوريا ليارا
تطلع لرضوى سكيب باس يا رب تقطع بتيجي مكانها تمارا. دفاع قوي من النادي الاهلي تنزل لسرايا عفوا ليارا تروح لسرايا تاني. سرايا بتحاول تلاقي اي مكان فاضي كده تخش منه او تشوط وبتسجل وبتنجح نقطتين لكن معاها كمان بتاخد فاول من اللاعبه جانا مصطفى برميه حره اضافيه 71-49 لصالح النادي الاهلي 22 نقطه. هنعرف دلوقتي فاضل قد ايه على هذا الكوارتر كم 5 دقايق نص الكوارتر الرابع عدى وهنبدا في النص الاخير من هذا الكوارتر. ساره مغربي بتعدي 21 نقطه صالح نادي الصيد تقدر تعدي بكروس اوفر حلو قوي بتطلع كيك اوت ولا تخش طريق مفتوح قدامها لكن ما بتجيش. جنى مصطفى بتلم لكن على طول بتحاول كده تطلع على السكند شوت لكن الكابتن محمد سلام ليه راي تاني وقال لك مخالفه المشي بالكره. تنزل مايا لعيبه نادي الصيد اعتقد مكان يارا ياسر رضوى رضوى اسامه كابتن الفريق تبحث عن مرام مايا مرام تالي تحت الباسكت تلعب 1 اون 1 تاخد الكوره تدي المرام مرام بتهوش بتعدي شوطه كده من بعيد اي حاجه تلم زينه بالزينه تلم على طول على الفصل بيك تجري تدي الكوره كده ليه ساره مغربي ساره مغربي لكابتن ودينا عمرو تحاول تاخد الكوره كده في حته كده يعني ايه فيها لقم شويه تديها لزينب لكن تتقرف السكه وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد لصالح النادي الاهلي على التنفيذ من الحد النهائي او من البيز لاين ساره مغربي. هبه عبد الرحمن حاول تخترق تدي لدينا عمرو دينا عمرو بتخترق تدي لجنى مصطفى 3 على 3 2 بونت زياده للنادي الاهلي 73-50 لصالح النادي الاهلي بقول 3 على 3 لان ثالث تراي على الباسكت لجنى مصطفى ف 100 100 3 تراي ان او 3 محاولات ناجح. مايا لسرايا استطاع النادي الاهلي انه يوقف عنصر مهم جدا عند سرايا هو الثلاثات مش مديها فرصه انها تشوط. حاول تخترق طلع وباصه حلوه قوي قوي يا سرايا لكن الكابتن اسلام وحيد بيقول مخالفه 3 ثواني على اللاعبه مرام اوت سايد لصالح النادي الاهلي. زينب ليه؟ ساره مغربي ماسكاها مايا طلع الكره لدينا عمرو ودفاع قوي من سرايا بتعدي بالسكرين طريق فاضي قدامها وبتسجل نقطتين في جعبه النادي الاهلي 75-50 25 نقطه. ايه النادي الاهلي عايز افكركم ان في الكوارتر الثالث خلص 56-40 لصالح النادي الاهلي. نرجع تاني للمباراه رضوى الصيد لمايا بتتقطع في السكه على طول دينا عمرو تتالق وتروح فص بريك لوحدها وبتفنش بايديها الشمال لكن ما بتجيش وبتنجح في انها تاخد فاول برميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. يحصل تغيير في صفوف نادي الصيد تنزل تمارا رقم 15 وجنبيها على شمالها رقم 8 سوريا ورقم 26 ملك الشيشيني ودينا عمرو على التنفيذ. الرميه الحره الاولى بتسجل 26 نقطه هي الفارق. هنعرف التايم قد ايه دلوقتي. ملك الشيشيني رقم 26 اللي قدامنا ومايا رقم 10 دينا عمرو على التنفيذ الرميه الحره الثانيه وبتسجل تصبح النتيجة 77-50 27 نقطة لصالح النادي ده. مايا لسرايا ملك مايا تاني بساط كتيرة تنزل رنا علاء اللي نزل دلوقتي بتحاول تقطع الكرة لك تطلع منها اوت سايد لصالح النادي الاهلي. رنا علاء دلوقتي نزلت مكان ريم موسى او عفوا سارة مغربي ملك سرايا سرعة بتحاول تلاقي أي ثغرة تعدي منها بتنجح فعلا لكن يحصل هنا الكابتن محمد سلام يعترض فاول على اللاعبة جنى مصطفى برميتين حرتين لصالح نادي الصيد. النادي الأهلي في الملعب دلوقتي رنا علاء و هبة عبد الرحمن نادين ياسر أبو الفتوح نزلت مكان جنى دلوقتي دينا عمرو وزينب الزيني تحت الباسكت هي ونادين أبو الفتوح. نادي الصيد
ثريا على التنفيذ الرمية الحرة الأولى اللي معانا، ومعاها مايا ملك البشبيشي وتمارا رقم 15، وأخيرا سلمى ياسر. هم دول الخمسة اللي في الملعب. 77-51 الرمية الحرة الثانية للاعبة ثريا، وبتنجح في تسجيلها. 77-52 هنقول لكم دلوقتي التايم قد ايه. يحصل تغيير تاني في صفوف نادي الصيد، تخرج اللاعبة ثريا وتنزل اللاعبة، هنقول لكم دلوقتي تضغط نادي الصيد ينجح في ان هو يخطف الكرة، لكن دينا عمرو بتنوت تفسع الكرة وبيحصل فاول من اللاعبة رقم 6 ملك عثمان بيه اوتسايد لصالح نادي الاهلي. هبة عبد الرحمن على التنفيذ، دقيقتين فاضل. طبعا غلط هنا يا هبة، غلط، انت في الفرونت اريا بترجع في الباك اريا، فاكيد باك زون، هي مستغربة لكن هو قرار سليم. مايا لملك البشبيشي، مايا تاني تمسك الملعب، زون ديفنس 2-3 من صالح النادي الاهلي. ملك على طول تمارا، والباصه كده سكيب باس من تمارا لمايا، لكن في السكه على طول هبه عبد الرحمن تقطع وتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. ملك لسلمى، عفوا لتمارا، تتقطع هبه عبد الرحمن تعوض الكره اللي فاتت. 1 ان 1 بتحاول تعدي ما تلاقيش حد، تهدى على ملعبها رنا علاء بتخترق كده لكن ما بتجيش، تلم على طول تمارا، تمارا المايا فص بريك 3-1 لباص الكرة للاعيبه رقم 13 او دي 23 مش 73 عفوا نور اشرف، وبتسجل نقطتين 77-52. بيضغط نادي عفوا 77-54 يضغط نادي الصيد لانقاذ ما يمكن انقاذه او لتضييق الفارق، لكن بيرتكب فاول لصالح النادي الاهلي يستوجب دخول الكره من الحد الجانبي او من السايد لاين اوتسايد على التنفيذ اللاعيبه رنا علاء. رنا علاء يضغط النادي الصيد زي ما احنا شايفين، على طول تهرب من رقابه دينا عمرو، دينا عمرو بتقف على ملعبها بتهدى، بيجي لها سكرين من زينب الزينب، بتخترق من الميدل، بتحاول توصل الباسكت، بتنجح انها توصل لكن على طول ما بتجيش، وبيحصل فاول كده بدون قصد مع اللاعيبه سلمى البشبيشي، بيستوجب رميتين عفوا يستوجب رميتين حرتين لصالح نادي الصيد. زي ما احنا شايفين دكتور محمد حامد بكل ما اوتي من قوه بيحاول يضغط عشان يضيق الفارق ما يتسعش اكتر من كده. 77-54 رميتين حرتين لملك البشبيشي رقم 26 من نادي الصيد. ما جاتش الرميه الحره الاولى، لم توفق. الرميه الحره الثانيه بتوفق في تسجيلها، تنجح في تضييق الفارق 22 نقطه. يضغط نادي الصيد تعدي على طول بخبرتها في كاس العالم رنا علاء، تعدي وتهدى على ملعبها مع على طول مايا مش سايباها، الاثنين نفس الجيل تقريبا او لعبوا قدام بعض كتير. دينا عمرو طلع سكيب باس ليه زينب الزيني، اول ثلاثاتها زينب الزيني، وبتنجح في تسجيل اول ثلاثاتها وتتسع الفارق 25 نقطه 80-55. تمارا ومعاها رنا علاء، والحكم يحسب الجامبول او الحيازه التبادليه، اعتقد انها النادي الاهلي، اعتقد فعلا النادي الاهلي. هنعرف التايم قد ايه دلوقتي، في تايم اوت طلب مش عارف من مين بس اعتقد من كابتن ايهاب الالف. هنعرف التايم قد ايه دلوقتي، زمايلنا في الاعداد هيبلغونا بيه. 55 الصيد 80 الاهلي، كده الاهلي اول ما يكسب يبقى الفارق اتسع نقطتين تاني ورجع، هيبقى في ترتيب الجدول نادي الاهلي 15 نقطه، نادي الجزيره هنستنى مباراته اللي هتلعب بعد كده اللي هتلعب بقى مع سموحه، هنشوف هيكسب ولا هنشوف نتيجتها هتبقى ايه. كده النادي الاهلي هيبقى اول بفارق النقاط 15 نقطه، ونادي سبورتنج في المركز الثالث ب 13 نقطه. لو فاز نادي الجزيره هيبقى 13 نقطه زي سبورتنج، لو لا قدر لو خسر هيبقى فارق 12، يبقى نادي الجزيره هو هيبقى ثالث ونادي سبورتنج هيبقى الثاني. اما في حاله فوز نادي الجزيره هيبقى متساويين 13-13، لكن نادي الجزيره هيبقى المركز الثاني لانه هو كسب نادي سبورتنج في اسكندريه بعد 2 اكسترا تايم زي ما قلت لحضراتكم في بدايه هذه المباراه. نرجع تاني للمباراه،
كابتن احمد مدبولي. هنعرف التايم حالا دلوقتي. هبة عبد الرحمن رنا علاء يضغط نادي الصيد، تعدي رنا ماسكها مايا، لكن مايا ترتكب خطأ على اللاعبة رنا علاء. استوجب رميتين حرتين لاعبين لعبوا منتخبات مصر على مستوى الناشئين، سواء مايا اللي هي في منتخب 18 دلوقتي بقيادة الدكتور وائل دياصي مدرب نادي الشمس، أو رنا علاء اللي لعبت كأس عالم وبطولة أفريقيا السابقتين في إيطاليا وفي مصر مع الكابتن هيثم والكابتن علي هاشم. الرمية الحرة الأولى لرنا علاء بتنجح في تسجيلها، يتسع الفرق إلى 26 نقطة الأهلي والصيد. الرمية الحرة الثانية تلم تمرة ما بتجيش على طول، ما بتجيش، طلع تمرة المايا، مايا تدي لتمرة ليه ملك عثمان نادين ابو الفتوح تخترق كده، وتمارة بتحاول تشوط على الثلاثة بونت ما بتجيش اير بول وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. يضغط زي ما قلنا هيحاول يضيق الفرق باي طريقه، فبيضغط باي حاجه. رنا علاء زينب الزيني باصات سريعه بتعدي بيها من منتصف الملعب قبل الثمان ثواني. نادين، نادين ابو الفتوح، زينب الزيني، رنا علاء، زينب الزيني تاني تدي لدينا عمرو، بساط مع سكرنات عشان الناس تفضه، هبة عبد الرحمن تحاول تخترق ميديم شوت كده جميله ورائعه بتسع الفرق تاني، بتزود في جعبه النادي الاهلي نقطتين 83 55 28 نقطه فارق ما بين النادي الاهلي ونادي الصيد. ملك الشيشيني ليه اللاعبه ملك عثمان معاها صافره الحكم او صافره انتهاء المباراه والكوارت الرابع بفوز النادي الاهلي 83 55 في هذه في اليوم الاول لمباراه للدوره المجمعه الاولى. شكرا لكم السيدات والساده على حسن المتابعه، على ان نلقاكم غدا باذن الله في المباراه الثانيه ما بين النادي الاهلي ونادي اقول لكم دلوقتي حالا بكره الجدول مين. بكره النادي الاهلي وسموحه في الساعه 4، سبورتن والجزيره الساعه 6، والصيد والشمس الساعه 8. بكره ان شاء الله على ميعادنا الساعه 4 ما بين الاهلي وسموحه في اليوم الثاني للدوره المجمعه. شكرا لكم على حسن المتابعه، على ان نلقاكم غدا ان شاء الله. كان معكم محدثكم ومعلقكم الرياضي احمد علي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.